إذا كان احتمال نجاح فؤاد في امتحانات الدراسة الثانوية العامة يساوي 5 أمثال احتمال عدم نجاحه، فما احتمال أن ينجح فؤاد في امتحان الدراسة الثانوية العامة؟ خلينا نفهمها شوي. نجاح فؤاد في امتحانات الدراسة الثانوية العامة يساوي 5 أمثال احتمال عدم نجاحه. خلينا نقول احتمال عدم نجاحه نترجمها إنها لام متممة حا، دائما العدم نحط لها متمم. نفترض إنها سين، نفرض أن احتمال عدم نجاحه اللي هو لام حا متمم شو بيساوي؟ سين. ونفرض أن احتمال نجاحه طبعا في هاي الحالة اللي هي لام حا راح يكون 5 سين. منين جبت هاي المعلومة؟ هو قال لي 5 أمثال احتمال النجاح، 5 أمثال عدم النجاح. لكن أنا بعرف بالقانون إنه احتمال الحادث زائد احتمال متممته يساوي 1، يعني 5 سين زائد سين يساوي 1، يعني 6 سين يساوي 1، يعني سين تساوي سدس. سين ماذا تمثل؟ اللي هي عدم النجاح. إذا احتمال أن لا ينجح، احتمال أن لا ينجح يساوي سدس. احتمال أن ينجح التكملة تبعتها اللي هي 5 أسداس، إنه يكون مجموعهم بيطلع قديش؟ بيطلع 1.